موز مستحق في هذا اليوم في الأسبوع الثاني عشر من أسابيع السباقات على أرضية ميدان المرموم. تحفة ميادين السباق والذي نشاهد من خلاله في هذا اللقاء الجميل الذي يحمل هذه الأسماء الكثيرة والوفيرة في أسماها وانطلاقاتها وإبداعاتها المميزة مع كل الشعارات. إلى مقدمة الشوط مع الأبكار المهجنات الأصايل انطلقت الأسماء وسارت إلى منصة الاحتفال وإلى المركز الأول مباشرة. نتقدم مع حدث علي بن سليم بن حميد العوهيبي يحتل المقدمة والسيطرة الأولى. المركز الثاني، المركز الثاني اليذابة مطر بن علي بن علوان الكتبي ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت إشعار محمد بن علي المسافري الكتبي وصل خذ المركز الثالث. أما المركز الرابع فهنا تقدم واحتلال من قبل هدو لسعيد بن سالم العويسي وصل خذ المركز الرابع. هذه هدو تحتل المركز الرابع. مركزنا الخامس في هذه اللحظات ووجودها زعفور لسعيد بن عبيد الحميري ياتينا على المركز الخامس. بينما المركز السادس وصلت شامة سيف بن احمد بن خريده الشاعر يقدم لنا هذه الاسماء. والمركز السادس انتقاله الى المركز السابع. المركز السابع وصلت فله لخليفه بن خليفه بن عبد الله العطيه يحتل المركز السابع. المركز الثامن شموخه لعبد الله بن عوض بن عمر الشامسي على ثامن المراكز. احمد بن سلطان بن رشيد السويدي في المركز التاسع. بينما في المركز العاشر هنا تقدم من قبل الضبية لمبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي. هي النتيجة للمركز عشر المراكز الأولى. من خلال هذه اللحظات هذه الأسماء الحاضرة في التنافس والتحدي مشاهدينا الكرام نعود بكم إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. التقدم الأول من قبل حدث لكن تغيير في هذه الآونة من قبل أشعار. أشعار غيرت وبدلت المواقع لمحمد بن علي بن سالم المسافري الاكتبي يسافر إلى الناموسة في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني هناك حدث علي بن سليم بن حميد الوهيبي حضر في المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصلت الآن هدو تعود ملكيتها لسعيد بن سالم العويسي واصل ماخذ المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع مع زعفور سعيد بن عبيد بن خليفة الحميد واصل محتل المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات شعار بن العري بدأ يتسلل مع وجود متعبة صالح بن سعيد بن العري المري وصل خذ المركز الخامس. المركز السادس هذه الضبية مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي يحتل المركز السادس. بينما المركز السابع هناك شموخة عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي. أما المركز الثامن الثامن لأحمد بن سلطان بن رشيد وهي أمسية قادمة على ثامن المراكز. المركز التاسع بن يابر أو بن علوان مطر بن علي بن علوان يقدم اليذابة على المركز التاسع. أما المركز العاشر فهنا يتقدم شعار بن منانة عبيد بن سعيد بن منانة وصل مع وجود مزنة على المركز العاشر. هذه الأسماء الحاضرة، الأسماء المتقدمة مشاهدينا الكرام في ملتقى هذا الشوط، في ملتقى هذا الشوط وابداعاتها ومنافساتها. لكن نعود الى الوهيبي المسيطر كل السيطره على ناموس الشوط، على ناموس هذا الشوط. الوهيبي مقدم لنا اشعار ولا مقدم لنا حدث. علي بن سليم الوهيبي يحتل المقدمه والصداره. بينما هناك اشعار تحتل المركز الثاني. محمد بن علي المسافر الاكتبي ياتي على المركز الثاني.
المركز الثالث لسعيد بن عبيد الحميري قادم كذلك بمتابعة هذا الاسم، لكن متعبة حاضرة صالح بن سعيد بالعري، وهنا شعر بن مفتاح مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي يقدم الضبية على المركز الخامس. المركز السادس هذه شموخة عبد الله بن عوض بن عمر الشامسي واصلين. شوف المنافسين في هذه اللحظات، 1200 على خط النهاية، بن علوان قادم مع اليذابة، لكن عودة إلى الوهيبي، عودة إلى حدث علي بن زليم الوهيبي، لا زال مسيطر يلا شوف مع حدث مسيطرة كل السيطرة على ناموس الشوط. من الجانب الآخر شعار سعيد بن عبيد الحميري، لكن متعبة حاضرة، صالح بن سعيد بالعري المري يتقدم، وشعار بن عمر الشامسي واصل. اليذابة عادت من خلال هذه اللحظات، مطر بن علي بن علوان الاكتبي، ولكن شوف بالسالومي حاضر من خلال هذه اللحظات، هذه العنود سيب بالسالومي الدرعي وصل خذ المركز الثاني المركز الثالث من الجانب الاخر، لكن عودة مع متعبة مسيطرة صالح بن سعيد بالعري المري يسيطر، ولكن بالسالومي في اللحظات الاخيرة استلم زمام الامور مع العنود سيب بن حمد بالسالومي الدرعي، وعاد بالعري عاد من جديد، ولكن العويسي يحاول، سعيد بن سالم العويسي يتقدم الى المركز الثالث الى الرابع الى الثاني الى الاول. هذه هدوء مشاهدينا الكرام، هدوء سارت الى مقدمة الشوط الى المركز الاول الى ناموس هذا الشوط، هذه في اللحظات الاخيرة تنجز وتبدع وتستلم القيادة. تهانينا والناموس لمالك هدوء سعيد بن سالم العويسي على هذا الفوز والانتصار، حيث حققت الناموس في هذا الشوط. المركز الثاني العنود سيف بن حمد بن سالومي الدرعي، والمركز الثالث متعبة صالح بن سعيد بالعري المري، المركز الرابع أشعار محمد بن علي المسافري الاكتبي، المركز الخامس زعفور سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. توقيت الزمني 7:31، 8 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لسعيد بن سالم العويسي على هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم.